أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم ونحييكم وحلقة جديدة من برنامج نغزات. سالوفتنا اليوم بطلة شخص اسمه فرهود أبو عواد. طبعا هذا فرهود أبو عواد والده رجال كبير، هذا دائما ينزل للسوق واحد شيخانة ما يصطبر، لازم يطلع، وكل ما يطلع يروح يوميا مضيع طريقه وعلى ما يلقونه وعلى ما كذا، فكان عمل لهم فد مشكلة، يعني يوميا مشكلة من ورانه. فمن طلع الموبايل خاصة هذا الجهاز نوغا اللي يسمونه شحاطة وبغداد يسمونه صرصور، هذا فرهود قال أحسن شيء أشتغل موبايل وأخلي له رقمي حتى من يضيع بس ينطي الموبايل لأي واحد يخابرنا حتى نعرف هو ويصل بأي مكان. فاشتغلوا موبايل شحاطة وخلانه بجيبه وقال له يا أبا أنت من تروح على الشيخانة على السوق إذا ما تعرف طريقك ما عرفت من تجي، فهذا التلفون أعطينه لأي أحد تغشعه قل له دق لي على فلان هو راح يدق ونجي عليك. هذا هم عمل مثل ما قالوا له، خلى الموبايل بجيبه وراح قاعد بالشيخانة وقاعد يرجع على البيت تيه المكان، فلقى له واحد أكد شاب بيده كتب صاح وقال له تعال، قال له خير عمو ايش تريد؟ قال له يا ابا هذا الموبايل ما تدق لي على فرهود. هذا مسك الموبايل قال له عمو ماكو فرهود. قال له يا ابا ايش ماكو فرهود؟ وكان خلوا اسمه من الموبايل. قال له والله عمو ماكو فرهود. قال له اكو سعديه واكو حمديه واكو ابو عواد. قال له ول انت ما تفتهم؟ يقول هو فرهود منه؟ هو ابو عواد. طبعا هم كاتبين ابو عواد ما كاتبين اسمه، هو يحسب يعني فرهود ابو عواد نفس الشيء اذا مسجل بالموبايل. قال له هسه انا ايش اعرف؟ انا عاد اقرا ابو عواد، انا ايش اعرف بانه ابو عواد هو فرهود؟ فاحنا يا عزيزي المشاهد الكريم، كوي ابو عواد هو نفسه فرهود، مو راح تجيك الانتخابات المقبله، هو نفسه فرهود، فرهود هو نفسه أبو عواد، وأبو عواد هو نفسه فرهود، بس راح يغير ملابسه ويغير جلاله. فلا تقولون وا والله ما كنا نعرف، وتروحون هم تنتخبوهم نفسهم نفس الوجوه وشبعون ضيم وظلايم، والله يجعل والله أنا ما أعرف أبو عواد هو نفسه فرهود. فإحنا نلاحظ يعني الاستعدادات للانتخابات المبكرة والانتخابات المقبلة بدولة تحضروا لها هاي الكتل والأحزاب السياسية والمؤسسين العملية السياسية، طبعا لحسن حظهم العفو لسوء حظهم هم أصبحوا آباء لهذه العملية السياسية الفاسدة، فأخذوا يعدون العدة بأساليب يعني غيروا قواعد اللعبة في سبيل أن يكتسحون صناديق الانتخابات. شلون غيروا قواعد اللعبة؟ عادوا هيكلتهم واصطفافهم، أسسوا أحزاب، كل حزب انشطر عمل له 15-19 حزب، دخلوا وجوه جديدة بل إنما تابعة لهذه الأحزاب، غيروا من الشعارات مالهم. فتلاحظ ما أعرف يعني كم حزب راح يصير عندنا على هالكلام هذا وعلى هالحكي، يعني راح يطلع عندنا عدد مستقبلا عدد فظيع، يعني ما موجود بكل دول العالم، يعني هاي الدول العظمى تلقي عندهم حزبين، هي مو بكثرة الأحزاب، حزبين، واحد معارضة واحد بالسلطة، وهذا يحكم وهذا يقفله بالمرصاد عن أي شيء يعارض المصلحة العامة. بس أنا ما أتعرف هاي يعني نشوف نتائج هاي الانتخابات إذا بهذا الوضع راح تكون عواقبها وخيمة، وراح تكون يعني
ضبابية بهذا المشهد. شلون بعد ما تنتهي الانتخابات شلون راح تتحقق الكتلة الأكبر؟ شلون راح؟ فهذه الأمور كلها يعني اللي عسير هاي الأحزاب عتحاول تسوق نفسها من جديد، وخاصة قاموا يعني يسوقون نفسهم بشعارات ثورة تشرين. شوف دائما يطلعوا لك هذول الأحزاب وزعماء الكتلة الأحزاب يقول هاي سوالف، الشعارات اللي جاء والمطالب اللي جاء بها ثوار تشرين احنا عن سولف بها صار لنا سنين، من 2003 نسولف بها. اي ما تسولف بها ما تعمل بها يا حضرة الفهيم. ويطلعوا لك هسه احزاب يعني خلون شعارات هي نفسها اللي الشعارات اللي رفعوها المتظاهرين، نريد وطن والقضاء على الطائفية والمحاصصة، فيسوقون نفسهم يعني ليستغلون هاي ثورة تشرين في تسويق نفسهم، وحتى يخدعون المواطنين أيضا على أنه هذا حزب تشكيل جديد جاء بشعارات هي تتماشى مع مطالب ثورة تشرين، وهذا حزب وطني، وهي بالأخير كله زي كله. بالأخير راح تظهر لك هاي الأحزاب كلها بحزب واحد ونفس الوجوه القديمة ونفس الإشكالات القديمة، وأيضا راح ينعاد نفس السيناريو، راح تبدأ التجاذبات والتناطحات والمناكفات والصراعات اللي يدفع ثمنها المواطن. يعني هاي السيناريو اللي مر على العراق من التجاذبات والصراعات، سيناريو سنين من عجاف كان يدفع ضحيه المواطن، وهم اللي وصلونا لما وصلنا اليه من 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 ازمات ومشاكل وخراب ودمار. فهاي السيناريوهات راح ترجع مره اخرى من خلال هاي الاصطفافات الجديده، من خلال هاي التشكيلات الجديده، ومن خلال وجوه جديده قد لا نعرفها، لكن هي يختفي وراء حزب من هذه الأحزاب. احنا يعني من نتكلم عن الأحزاب اللي حكمت من 2003 لحد الآن، احنا مو قايتنا نسقطهم لا، ولا عن نتكلم على بصفة العموم، لكن انا اقول اي حزب كان موجود من عام 2003 خلي يجي يقل لي حققت البرنامج اللي انا عندي. يعني مو كل حزب عنده برنامج، كل حزب عنده برنامج مثلا تقديم خدمات المواطنين، حقوق المرأة وحقوق الإنسان والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل. أتحدى أي حزب أو أي مسؤول حزب أو أي واحد من هؤلاء القادة المؤسسين للعملية السياسية خليجي يقول لي بأنه حقق 5% من البرنامج اللي هو عرضه وطرحه، والله راح أخلينه على رأسي وأول واحد أنا أروح أنتخبه وأنتخب أعضاء حزبه. فهاي البرامج اللي جاءوا بها ما حققوا أي نسبة، يعني إذا تتجاوز 1% 1.5% 2%، يعني إذا وصلت 5% يعني أمورنا خير. وأنا أوجه لأي مسؤول، بس هم ما يجون، اي زعيم كتله زعيم حزب خليجي لهذا البرنامج بس ما يجون، برنامجنا غزات ما يجون، خليجي يقول لي بانه نحن هذا برنامجنا حققنا ما اريد اكثر من 5%، عملنا فلان شيء. طبعا راح يقول لي نحن عيننا هاي الاساليب الغبيه، نحن كذا منا مزاد العمله، واحنا عملنا وين ماكو في الشغلات يعني دمرت البلد كنا عملوها وبعيده كل البعد عن برامجهم. فكيف يعني راح تظهر هاي الأحزاب بالمئات وكل حزب عنده برنامج وكل حزب عنده شعار وكل عنده؟ فإحنا ما بحاجة لأحزاب، إحنا ما تفيدنا أحزاب، إحنا نحتاج ناس وطنيين مستقلين شرفاء يمتلكون برنامج حقيقي وواقعي، ناس تريد تغير، ناس ما تركض وراء المصالح ولا تريد مصلحتها الشخصية. يعني احنا اول ما بدت من اجى الاحتلال وشكلوا
أو بدأوا يكونون العملية السياسية اللي كان هو برايمر الحاكم المدني بالعراق. يعني هو برايمر يذكره في مذكراته يقول اتصلوا بي المسؤولين قالوا عندنا بعض الأسئلة اللي نسألك هي. قال أنا ظليت قلق، يعني قال هذولي واحد يقولون أنتم هجمتم البلد، أنتم احتليتم البلد. قال ظليت حتى بالليل أتقلب أثنى غدا أنا ما أطيق أنام. قال قمت اتصلت بالمستشار مالي قلت تعال قلت جاء المستشار. قال قلت له هذولي غدا يعملون اجتماع معي أنا أشغل حج عوب ما يقولوا لي أنتم سقطتم البلد ودمرتم البلد والبلد انسرق وكذا. فهذا المستشار قال يضحك قال له كل هذا اللي ببالك ما راح يعني يذكرونه. قال لك ايش راح قال راح يذكرون شغلات يعني ما خاصه شخصيه ولا لها علاقه بهذا الموضوع ما نحكي له. فمع هذا ظل ابراهيم قلق قال هذول مسؤولين يعني تمم مصلحه البلد ومصلحه العامه وراح يستلموني حاصل فاصل. فلما جاب الاجتماع كان يعني قلق وخيف وكان هالشكل يعني مثل المدنقر. فقالوا متفضلوا اشهدكم اسئله. سالونه قالوا له الراتب مالنا اشقد راح يصير؟ راسا برايمر زدت القلم ورجع انتكى ارتاح ضحك يعني يذكر مذكراته. قال قلت مع نفسي قلت هذول ما يبنون بلد، هذول ما طول جايين عايشون على الراتب وعلى مصالح شخصيه انيه، هذول ما ممكن ان يتجه منهم ان يبنون بلد. فمع الاسف يعني هاي الوجوه اللي دمرت البلد اكو ناس ايضا تروح تنتخبها انه مستفاد اللي كذا. يعني هسه هي هاي الانتخابات اصبحت هاي الامور يعني احنا لازم يعني لازم نوجه خطاب عقلاني للمواطن. يعني هو انت لما يجيك هذا مرشح على مجلس النواب من يقول لك انا داعينك وها عين، هو دوره هذا يقوم بالتعيين. احنا خلينا نوعى على هاي المساله، هذا دوره رقابي تشريعي، هذا بدل ما يعين لك يصدر قانون شلون يدعم القطاع الخاص او يستوعب اكبر عدد من عاملين يقضي على البطاله. هو شنو راح يعينك؟ او يقول لك والله نحن يقوم يعملون هاي السوالف. طبعا اكو سوالف اصبحت مستهلكه قديمة ما بعد تمشي بالانتخابات، يعني بعد عفوا ما توكل خبز، فبدوا قسم منهم بدنا نعمل هاي مرة الرعاية الاجتماعية تعالوا سجلوا اسمك. ما يحتاج عن طريق النائب تروح تسجل اسمك يا أيها المواطن الجميل، أنت هاي الإجراءات موجودة تروح تقدم، إذا قدمت عن طريق النائب أو غير النائب أو أنت راح تقدمت راح يطبقون عليك نفس الإجراءات، كن على ثقة. طبعا النواب لحوا على كان الوزير يكتب لهم يقدمون قوائم يكتب لهم حين توفر السيولة النقدية، وطبعا يعرفون بأنه سيولة نقدية ماكو وما يعملون مشي. وطبعا استجوب الوزير أيضا بالعفو استضافون وبالبرلمان احنا ما يصير لازم تنطونا حصص من الرعاية الاجتماعية، قاموا أعطوهم كم حصة. لكن بالأخير تخضع نفس الضوابط والتعليمات، فيا المواطن ما يصير غشيم. يعني إذا راحت عن طريق النائب أو واحد أنت قدمته بطريقتك الخاصة عن طريق الدائرة نفس المعادلة. فهذه الأساليب اللي يستخدموها يعني نحن المسؤولين واللي بالمناصب ماذا يعرفون دورهم، ماذا يعرفون حجم المسؤولية المناطة بهم، أو ربما يعرفون بس هم عازين إن كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظمه. فاحنا هاي الامور يعني لازم نخاطب الجمهور حتى لا نشبع ضيم وظلايب مره اخرى، حتى من نروح ننتخب الناس الشرفاء الوطنيين، احنا ما نرجع نعيد نفس المأساة ونفس المعاناة اللي عانيناها. يعني وصلنا الى مرحلة بعد يعني ما ظل يعني الشارع جائع ومجتمع منهار، فكيف راح ندور نفس الوجوه؟ فاحنا ايضا نوجه توعيه للمواطن بانه لا تقول هذا المسؤول الفلاني زعيم الكتله الفلانيه عيني راح انتخبه انا وعائلتي، لا والله هذا النائب الفلاني حيوزع فلوس مثلا
على قاعدة الولائية، لأن أكو قاعدة جماهيرية، ما عندهم قاعدة جماهيرية ولا قاعدة شعبية، عندهم قاعدة ولائية، عندهم جيش جرار من هذول اللي ينفقون عليهم فلوس، والولائيين واللي يدقونهم ويطبلونهم ويزبلونهم، هم هذول اللي يفوتون ينطون أصواتهم بالانتخابات ويعملون تثقيف والجيوش الإلكترونية. ف الانتخابات المقبلة يجب أن 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 يعني نكون حذرين جدا واعين جدا من الشخص اللي راح ترشح، لازم نفرز الصالح من الطالح. دكتور أقدم لك نفسي، أنا المسؤول بشار. أهلا وسهلا أستاذ بشار. أستاذ بشار أنت غني عن التعريف، أنت علم يومي يومي طالع فضائية، ما خليت فضائية ما كنت طلعت بيها. تفضل تفضل استريح. الله بالخير أستاذ. الله بالخير. تفضل أستاذ بشار، إيش عندك؟ دكتور أنا من تولت المسؤولية وأنا الليل كله ما عاد أنام. دكتور المسؤولية عبء ثقيل، وأنا ما عاد أرتاح، ما عاد أطيق أنام، لا ليلي ليل ولا نهاري نهار. يعني زين أشون أشون، وضحني وضحني. دكتور هش أوضح لك؟ إذا الليل كله ما عاد أنام، أكيد أنام، أكيد أنام ولا ساعة وحدي. أنت بيش قاعد تفكر؟ قد تفكر بشيء؟ دكتور أنا الحمد لله ما محتاج شيء، كل شيء عندي، الصور عندي حمايات، وعندي حصانة، وعندي فلوس، وكل شيء عندي، والحمد لله ما محتاج شيء. أستاذ بس اسمح لي أسألك سؤال واحد. إيه تفضل دكتور صالح، اسألني بكيفك. قل لي أنت إيش قدمت للمواطن من صيغة مسؤول؟ دكتور أنا أشكو بيدي، دكتور أنا مقيد، وأكو جهات مقيدتني ما تخليني لا أتحرك ولا أشتغل، أنت ما تعرف كل شيء. لا والله سيدي المسؤول، أعرف أعرف. زين أنت ليش ما تقدم استقالة وترتاح؟ استقيل؟ هذا شيء مستحيل، احنا باقين على صدوركم مثل حواجز الكونكريت، ما استقيل يعني ما استقيل. باقين على صدورنا؟ روح استقيل احسن ما يفتر الدولاب عليكم. شوف الدولاب ما يفتر علينا، شيء ثاني انا جيت بالانتخابات والشعب هو اللي انتخبني، والشعب ما يريدني استقيل، واهلي وقرايبي كل ما يقولون استقيل. هسه انا جيت عندك دا تعالج دو تنطيني محاضره بالسياسه. لا العفو ما محاضره، بس هاي الاسئله جزء من العلاج حتى اعرف حالتك النفسيه بالضبط. دكتور وهسه عرفت حالتي لو لا؟ قوم قوم اتفضل على السديه. ما نمت، هاي صغيرة عليك، أجيب وحدة أكبر، أنت إكس لارج. يلا 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 أبو إكس لارج. شاحباح مش تفاح، شاحباح مش تفاح. لا 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 لا. العفو استاذ، قل لي انت ايش سمعت؟ دكتور
سمعت صوت مرعب يقول انت اللي قتلتني، انت اللي قتلتني، انت اللي قتلتني، انت اللي قتلتني. تفضل استاذ بشار، انزل من السيدي، انزل اخذ راحتك، انزل. هذا الصوت اللي سمعته الصوت المرعب، وانت كنت متمدد على السدية، هذا صوت ضميرك الميت. انا ضمير الميت؟ انا ضميري ما ميت. انا ما اريد اجاملك، ما اريد اجاملك، هاي هي حقيقة ولازم تعترف بيها وتتقبلها بكل رحاب الصدر. بس قل لي انا شلون ضميري ميت، اريد اعرف شلون ضميري ميت. هسه راح الومك تلويم مغناطيسي واشوفك ضحايا ضميرك الميت. وقاعدة بالإيجار وصار لي سنتين أراجع على المعاملة. معاملة؟ وما حد ساعدني ولا أعطاني حقوق الشهيد. حقوق الشهيد بهدلوني بالمعاملة، ويومي طلعوا لي شغلة، وجيتوك قلت لي راح أمشيك المعاملة، ودقيت لي صدغك وقلت لي خلال شهر تستلمي الراتب، وهاي صار سنتين من قلت لي، والمعامله بعدها جوا الطابوقاي. وين اروح واللي من التجئ؟ ولادي وبطلتوهم من المدرسه ومشردين بالشوارع، ويبيعون كلينس ويمسحون جامات، والمؤجر اللي خدي ببيته راح يطلعني من البيت، لين صار لي 4 أشهر ما دافع على الايجار. زوجي اللي استشهد من أجلكم وأجل الوطن، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. أنا اللي عدت تخشعني قدامك، أنا بيتي انهدم، وأنا اللي تأخر التعويض مالته ما أخذ تعويض مال بيت، أنا اللي يوميا راجع هاي الدوائر مالتكم التعباني، اللي يوميا معذبينه بيت من الصبح للمغرب قاعد هنوك، ها انا اللي صار لي كم سنه اراجعكم، ها انا اللي على مود التعويض تعذبت وانا قاعد ايجار. انتو ما تراجعون هاي الدوائر مالكم التعباني، ليش ما تتابعون هاي الدوائر؟ ليش؟ روحوا شوفوا العالم شلون التعباني، روحوا شوفوا شلون الدوائر حتعذب العالم. ايش وقت تحسون بينا؟ ايش وقت؟ بس قلني انتو مش وقت احساسكم، اش وقت هذا ضميركم يصحى؟ اتعذبنا من وغاكم، وانت المسؤول، وانت المسؤول. كم مرة انا راجعتوك وقلت لي انا راح امشي لك المعاملة، بس تعال عندي واش خصار لك، بس اريد اعرف انتو ما عندكم ضمير، ما عندكم احساس، بس قل ايش وقت تحسون فينا؟ ايش وقت؟ اخذ وراكم حساب، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، الله ينتقم منكم ان شاء الله، الله ينتقم منكم ان شاء الله. بالحيل وزايد بيك، كم مره جيتك التعيين وتوعدني بالتعيين، ومن جت التعيينات عينت كل جيرانك واقربائك، حسبي الله ونعم الوكيل. بيتي انهدم، ما طلبت منك شيء غير بس تشيل لي الانقاذ من بيتي.
ما عندنا شفلات، والشفلات يوميا يم بيت المسؤولين ينفقون. حسبي الله ونعم الوكيل. انت من اللي قتلتم طموحنا ومستقبلنا واحلامنا. نحن الشباب دمرتم حياتنا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. لا 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 يا با هاي انا ايش كلمت بالعالم؟ ايش كلمت بالدنيا؟ ايش ان الله يحاسبني غدا؟ غدا هذول كلمة يقفوا قدامي والله راح يحاسبني. انا طلعت طلعت انا طلعت ظالم ظالم ظالم. دكتور دكتور خد غلط. انا فعلا انا طلع ضميري ميت دكتور. لا غيره منك تعمل لي ضمير حي. وانا مستعد اعطيك دكتور، مستعد اعطيك اشغل بطيئة اعطيك، بس اعمل لي ضمير حي، بس اعمل لي ضمير حي. مع الاسف ليس ما اخترعوا ضمير ولا اخترعوا شيء يريح الضمير. نعود مرة أخرى أعزائي المشاهدين وفقرة قصة مثل. طبعا المثل اللي راح نتكلم عن قصته هو مثل من الأمثال الموصلية القديمة. المثل يقول: تكرمون موت يا حمار لما يجيك الغبيع، وكو مثل الأخ يعني يقول موت يا قديش لما ما يجيك الحشيش. طبعا أعتذر من هذه الألفاظ تكرمون، لأن هي هاي الأمثال انذكرت، يعني هي أصبحت جزء من التراث الموصلي وانذكرت بهذه الصيغة. طبعا قصة المثل موت يا حمار لما يجيك الحشيش أو موت، بعدين تطور هذا المثل إلى موت يا قديش لما يجيك الحياة، موت يا حمار لما يجيك الغبيع، موت يا قديش لما يجيك الحشيش. طبعا تسمية القديش هو ابن الحصان والحمار، وهذا ما يستخدم لا للسباق او للركوب، بل انما فقط للحمل، واللي هو المعروف باسم تكرمون البغل. طبعا نرجع لقصتنا موت يا حمار لما ما يجيك الغبيع. هي اصل هذا المثل هو فقط موت يا حمار، بعدين مرور الزمن ومن داولته الالسن ضافوا له لما ما يجيك الغبيع. هذا كان أكو ملك حاكم عنده حديقة، وأيضا كان قبل عندهم تكرمون الحمير، فشاف حمار من حميره فات على الحديقة قام يأكل، فأمر بقتل هذا الحمار. الوزير ماله قالوا يابا هذا هو حمار كل شيء ما يرتهم، أيدي تقتله ما يتهم، فما يصير يعني ما أن تقتلوه. ففكر الملك قال أنا ليش ما أجيب واحد يعلمه للحمار القواعد واللوائح الداخلية الملكية الموجودة بالبلاط حتى مرتلخ لا يفوت على هاي الحديقة. فطخت عنده بأنه لازم يعلم الحمار، فطشت بالولاية بأنه الملك يريد واحد يعلم الحمار. فهذا واحد سمع بهذا الخبر قال أنا أعلم الحمار. فجاء الملك قال له أنت تعلمه؟ قال له أعلمه. أيش تريد أعلمه؟ قال له بس عندي شرط. قال له أيش هو؟ الملك قال له أيش هو شرطك؟ قال أنا هذا حمار يعني تكرمون ما يتعلم بيوم ويومين،
قال له وقت، قال له اشقد ينغادو، قال له 10 سنين، قال له هاي 10 سنين بس كو يتعلموا، قال له علمه، قال له شيء ثاني تنطيني قصر بالمملكة مالتك حتى أكون قريب علينه هاي، وتنطيني يعني مصروف يومي وكذا، قال له هاي كلها ننطيك إياه بس أنا ما عندي شرط. قال له إيش شرطك؟ قال له بعد 10 سنين إذا ما تكرمون الحمار تعلم فأقتلك يعني أعدمك. قال له موافق. قال له هذا واتفقنا. فمن رجع البيت زوجته قالت له ها ايش عملت؟ قال له والله هالشكل الشغله وحينطينا قصر بالمملكه ونعيش احسن عيشي. ايه قالت له انت ايش شلون تقول له هكذا؟ انت بعد 10 سنين اذا ما تعلم هذا الحمار لا اعرف بانه انت ما راح تتعلمه فما راح يذبحك الملك. فهذا قام يضحك، قال له بعد 10 سنين يا الملك يموت يا انا اموت يا الحمار يموت، فانت علاش خايفين؟ الا واحد من هاي الثلاثه يموتون. فالرباط لهذه السالوفه يعني نحن اللي عايستلمون المناصب من على منصب الى اصغر منصب يعني من اي جون ما يفكر يعني ببرنامج او خطه بعيده المدى. يعني يقول لك انا بعد 4 سنين بعد 4 سنين من يقول انا راح اضل بالمنصب؟ فعليش انا اجيب فرد مشروع استراتيجي يخدم البلد؟ لان تفكيرهم كلهم اني مصلحتهم الانيه وشلون يخدعون المجتمع والجمهور. يعني عمل لك فد مشاريع ترقيعيه ما يبلط لك شارع رئيسي والافرع كلها خيسه وتكسرات ولا المهم هذا الرئيسي حتى الناس تعوا بأنه هذا يعني كده خدع حتى بالمشاريع حتى بكل شيء خدع. فهذا لما يجي على المنصب يقول لك أنا عليش دختل نفسي وعمل في المشاريع عملاقة هاي تطور لها تقريبا 10 سنين 20 سنة ما عدنا هذا الفكر الواعي الناضج الإداري. هذا من يجي يقول لك أنا يعني أعمل لي فتشية واللي يجي بعد يكمل ما يكمل، وفعلا اللي يجي بعده ما يكمل ايضا يلغي ما قدمه الاول هذا اذا كان قدم الاول. وهكذا دواليك وعلى الرنة اطحينش نعم. فشوف يجولك يعني فد شغلات سخيفه تافهه يا اخي من تمطر انت مسؤول لابس جزمه ولابس لك نايلون ويقف بنص المطر انت شنو انت طنطن؟ الجاي تقول المواطن ما انت سبب هذه الفيضانات والانسدادات بالمجاري، انت بيك خير خلال وجودك هاي الفتره كن صلحت هاي المجاري انه يقف لي لابس لي الجزمه. شنو انت تخدع الناس؟ يعني انت واقف ولابس واقف على المسعودي اشرح تعمل للمواي جاي عطبشني بالمواي ايش تعمل؟ هاي بس تريد تخدع المواطن بانه انت جيت وحضرت وتعالج الازمه. ما الأزمة أنت هي وجودك هو أزمة، خلال وجودك بالمنصب ما حليت هاي الأزمة، فقعد ونرسم بمكانك ما حاجة تطلع. أو يطلع لك واحد يقول لك والله نحن يعني أي خاصة في فترة الانتخابات راح نعين راح نوزع قطع أراضي راح وكذا كذب وكلاوات. ومن يجون يضعون فتح حلول يعني فعلا يعني من اللي يريدون يحلون فد شيء او قضيه او ازمه وكذا يلتجئون لهذه الامور الانيه اللي تجيب لهم شهره. ما خليك انا من اعمل مشروع يمتص الاف المؤلفه من العاطلين عن العمل. هذا على ما ينجز هذا المشروع ويجوز انا ما انذكر يجي بعدي وبعدي وبعدي. انا اجي عايل لي درجات وظيفيه 1000 واحد هذول 1000 واحد راح يجيبوا لي 5000 واحد كلهم راح يروحون ينتخبوني. والناس تعرف بانه انا عينت وقلت تفاخر مثل هاي عقود الاسنان وغيره. والله عين يا باش عين هسه هاي نتيجتها. يعني بدل ما يعين لو كان عملوا مشاريع ولفت كل هالشباب هذا العاطل العمل احسن من هذول كم واحد تعينوا واللي خلقوا ترهل في الدوائر وخلقوا لنا ازمه اقتصاديه والدوله هسه محتاره ما تعرف شلون يعني تجيب وتقدي وتاخذ قروض وتلملم 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 للسد بس فقط الرواتب.
فهاي الحلول اللي يقدموها المسؤولين. فهم يفكرون بهذه الفترة اللي هم موجودين بها، أما بعدهم أو من تنتهي دورتهم ما يهمهم. يعني هسه نفس الحالة دي يروحون، يعني دي يلتجئون لهاي الحلول الضربات السريعة في حل أزمة، بينما هم يخلقون أزمات أقوى وأزمة أكبر. من أي روح يقترض ويجي حتى يسد الرواتب يخلق لنا أزمة بالاحتياطي مع رصيدنا بالبنك المركزي، يخلق لنا ديون راح نعاني منها أجيال وراء أجيال، فكيف راح نسد هذه الديون؟ فهاي الحلول اللي موجودة عندهم، لأنهم يفكرون مثل ما ذكرنا في هذه السالوفة، يقول لك أنا بعد هاي الفترة اللي أنا موجود بها الله كريم، إذا رجعته أيضا نغير، نبدأ بحلول ترقيعية أخرى ونمشي الأمور. فهذا المثل اللي هو موت يا حمار لما يجيك الربيع، هو بأنه توعد بشيء ما ممكن أن يتحقق. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى وفقرة رسائل المواطنين. وصلتنا رسالة من منطقة القلوات يشكون من الأماكن الآسنة، وطبعا أيضا ينشرون إلى تردي الواقع الخدمي، وأيضا من أثناء الأمطار من كثرة الانسدادات والحفر يقول يصير فيضانات ويتأثر ذهاب الأطفال إلى المدارس. فنرفع هذه القضية إلى من يهمه الأمر في لكي يعالجون هذه التكسرات والانسدادات. أيضا مواطنين يشكون من الزخم الحاصل في مركز تسجيل الولادات والوفيات في مستشفى الخنساء بأيسر الموصل. أيضا هاي المسألة نرفعها إلى مديرية صحة نينوى حتى يوجدون أيضا موقع آخر بديل، أو يزودون المواقع الأخرى بالكوادر حتى يخففون من الزخم. يعني ما معقول يعني الساحة الليمن والأيسر كنا الوفيات والولادات على دائرة واحدة. أيضا وصلتنا شكوى من المتقاعدين المحالين على التقاعد حديثا، يشكون بعدم صرف لهم مبلغ الإجازة الاعتيادية اللي هي لمدة 6 أشهر، يعني أغلب المتقاعدين من عدة دوائر وصلتنا. أيضا يقول إن احنا صاغنا فترة من ذول المتقاعدين الجدد المواليد اللي مشمولة، صارنا فترة من طلعنا تقاعد تقريبا 3 أشهر أو 4 أشهر، قسم منهم 5 أشهر، يقول إن حد الآن الدائرة ما صرفت إن مبلغ الإجازة الاعتيادية اللي هي 6 أشهر. طبعا وصلتنا رسالة من المعلمين اللي تعينوا جدد، يعني اللي تعينوا وفق الحذف والاستحداث، يقول نحن يعني وقعنا على تعهد بأنه نخدم 5 سنوات خارج قضاء الموصل. يقول عن عيني وراسي، يعني احنا ما عندنا مشكلة بأنه نخدم 5 سنوات خارج قضاء الموصل، بينما اللي تعينوا معنا أيضا وفق الحذف والاستحداث اللي هم مركز أو مسقط راسم الأقضية والنواحي، يقولون يخدمون بنفس الأقضية والنواحي، يعني يخدمون يم بيتهم. فيقول ليش هذا التمايز؟ يعني ليش بالقضاء الموصل يروح يخدم مناطق بعيدة، يعني حمدانية وقيارة والحضر، ليش ما يعاملونه أسوة باللي يعاملون المعلمين في هذه المناطق؟ يعني ما أعرف يعني شلون راح يصير تكدس في الأقضية والنواحي بينما داخل الموصل ربما محتاجين إلى الكوادر. فنحن نرفع هذه المسألة إلى مديرية التربية حتى يشوفون يعني ينظرون بهذه القضية ويحققون المساواة ما بين جميع المتعينين. سواق خط موصل بغداد يشكون من كثرة الحفر والتكسرات، يعني هذا الطريق الخارجي اللي يبدأ من بداية الموصل من دولة الحمام لغاية قيارة، هذا كان قبل
بسبب العمليات العسكرية كانوا عصابات داعش كن حفرونه حتى قوات الدبابات ما تدخل. بعدين رجعوا بعد التحرير ردموها وكسوها. فأسع بدأت يعني التكسرات تبدأ بيها والتحفرات والحفر تبدأ بيها. فالسواق يعانون من هذه المسألة ويطالبون بإعادة إكساء هذه الطرق الخارجية، وهي ما أعرف يعني تعود ربما لمديرية البلديات لو مديرية البلدية. نعود مرة أخرى أعزائي المشاهدين وفقرة رأي حر. موضوعنا لهذه الفقرة رؤية العصر الزراعي القادم. طبعا أظهرت الضربة العنيفة لفيروس كورونا حاجة الدول والمجتمعات إلى إدامة مواردها الذاتية وبشكل مستمر، وأيضا حاجة هذه الدول والمجتمعات إلى الاكتفاء الذاتي لتأمين الحياة أو النشاطات اليومية، وكذلك لحماية الاقتصاد الوطني. طبعا ضربة فيروس كورونا حفزت كثير من الدول والمجتمعات من اللجوء إلى الزراعة والاستثمار في المجال الزراعي، لأن فيروس كورونا خلق مخاوف لدى كثير من المجتمعات وكثير من الدول بأنه ربما هذه الأزمة قد تتفاقم وتسبب إلى تعطل الحياة بشكل كامل. فعملية النقل البضائع من الدولة المصدرة إلى المستوردة أو شحن هذه البضائع راح تكون عملية صعبة، وكذلك أيضا ربما قد تنتقل مع البضائع وخاصة المواد الزراعية البكتيريا وبعض الفيروسات والجراثيم. ولهذا هذه الدول والمجتمعات وضعوا جل اهتمامهم في الزراعة أو ما يسمى الزراعة المستدامة أو الزراعة المكثفة، يعني خاصة أكو دول يعني ما تمتلك مساحات أو أراضي مكتظة بالعمران وبالبناء وتوسعت فما تمتلك أراضي زراعية، فشجعوا على الزراعة المستدامة أو الزراعة ذات الكثافة. هذه الزراعة يعني شلون تكون؟ يعني هو عملية الاستغلال الأمثل للمياه والتربة، يعني يخلقون يعني هاي التربة يخصبوها ويضيفوا لها فد مواد معينة بحيث تنتج أضعاف أضعاف ما تنتجه التربة العادية. يعني مثلا حتى ربما تزرع لك 100 متر، هاي 100 متر تنتج لك إنتاج أحسن من مساحة تقريبا 500 متر أو أكثر. فهذه هي الزراعة المستدامة أو الزراعة المكثفة. فهاي الدول يعني خاصة مثلا البرازيل بريطانيا استطاعت أن تحول المجتمعات يعني نسبة 50% من المجتمعات إلى مجتمعات زراعية، فشجعت الزراعة العائلية. يعني شلون الزراعة العائلية؟ يعني قاموا يشجعون الناس بأنه يزرع فوق السطوح، يربي له دواجن فوق السطوح، يزرع الحديقة ماله، المزارع الخاصة قام ينطوهم تسهيلات ودعم يزودوهم بهذه التربة المكثفة. فأكثر المجتمعات وأكثر العوائل قاموا يزرعون ببيوتهم، ينتجون الخضروات والقضايا اللي تتعلق بالدواجن داخل البيت. فانتشرت هاي الحالة في كثير من هذه الدول وخاصة الدول المكتظة بالعمران ومكتظة في السكان. فالعصر اللي او عصر فترة كورونا او ربما هذا العصر راح يكون مستقبلا هو عصر الزراعة، الاستثمار في مجال الزراعة، ثورة زراعية وفق سبل ابتكارية وإبداعية. فقام يخترقون في القضايا إبداعية ابتكارية بحيث يعني شلون يخلقون اكتفاء ذاتي مو بس 100% بل إنما مليون بالمية. فشوف هاي كورونا اللي حفزت هاي الناس هاي المجتمعات يعني بخلال فترة وجيزة في سرعة جنونية خلال فترة
قصيرة جدا استطاعوا أن يحاولون ويغيرون سلوكيات وأفكار المجتمع وأن يخترقون في شغلات ابتكارية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني ودعم الاكتفاء الذاتي. هو هذا الأسلوب الأمثل في مواجهة الأزمات. بينما نحن يعني مصيبة، نحن يعني كل ما نذكر هكذا أمور ونرجع على وضعنا بالعراق نشبع قهر ونشبع ضيم. احنا القطاع الزراعي هو قطاع حيوي، قطاع حيوي. يعني العراق كان يعني يصدر من القطاع الزراعي من السلع تقريبا من الصادرات 22% من الصادرات القطاع الزراعي. القطاع الزراعي عندنا من العراق كان يشغل ثلث القوى العاملة. القطاع الزراعي يسد 52% من حاجات السكان. احنا اخر تقرير لمنظمة فاو اللي مختصة بالتغذية، التقرير يقول العراق يستورد 80% من حاجاته. يعني شوف الفرق، كان العراق عن طريق الزراعة يسد 52% من حاجاته، هسه يستورد 80% من حاجاته. فاحنا امام معضلة كبيرة. يعني احنا اذا ما نرجع نبني زراعة او قطاع زراعي وفق هاي التطورات الحديثة. يعني شوف هاي دبي اخذت تستثمر بالصحراء، سموها زراعة البادية وفق هاي المعايير والابتكارات الحديثة في تكثيف التربة والمياه. السعودية بالآونة الأخيرة تستثمر أيضا الصحراء اللي بالجنوب. شوف العالم شلون يعني يتطور ويتغير نحو الأفضل، وإحنا زراعتنا ما زالت متخلفة وما زلنا نستخدم صيغ وأمور كلها قديمة. ولا نحاول أن ننهض بهذا القطاع ونشوف يعني الفلاح يعني وضع مزري جدا. ماكو أي دعم، ماكو لا دعم للسلعة والبضاعة اللي ينتجها، ولا دعم لهذا الفلاح، ولا دعم لهذه المزارع. بينما هذه الدول يعني أوجدت من لا شيء دول مو زراعية، تحولت إلى دول زراعية في وسط هذه الأزمة الخانقة. إلى هنا أعزائي المشاهدين، ننهي حلقتنا لهذا اليوم على أمل أن نلتقي بكم وحلقة أخرى وبنفس التوقيت وبإذن الله.